ليست قلعة المدينة فحسب بل وقبلتها، هكذا تبدو هذه المشاهد من أعلى قلعة القاهرة جنوب مدينة تعز. فإعادة افتتاح القلعة رسميا وشعبيا بعد 4 سنوات منح السكان فسحة جديدة ومتنفسا للخروج من طقس الحرب والحصار التي تعيشه المدينة. 4 سنين مرت من الحرب، الناس يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن متنزه، عن أشياء تعيد لهم الحياة. تمتاز قلعة القاهرة التاريخية بعراقتها وأصالتها الضاربة في التاريخ، حيث شيدت قبل حوالي 800 سنة وتحتوي على أنفاق سرية وسراديب ومدرجات بالإضافة إلى برك للمياه تجتذب الزوار خصوصا الأطفال. قلعة القاهرة هي موقع أثري سياحي يتميز بموقع استراتيجي حيث أنه يطل على المدينة من كل الاتجاهات. التنوع المعماري الموجود في القلعة الذي ما زال محتفظا بالنمط الحميري القديم. تأتي هذه الخطوة ضمن استلام لجنة حكومية رسمية مقار ومباني خدمية من كتائب أبو العباس بعد 3 سنوات من السيطرة عليها، وتمركزت فيها هذه العناصر بعد تخليصها من ميليشيات الحوثي التي حولتها إلى موقع عسكري، وهو ما عرضها لقصف طيران التحالف العربي في العام 2015. استعادة القلعة، افتتاحها، تدشينها، عودة الروح لها هو خطوة جبارة قامت بها السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة اللجنة الرئاسية. عودة الحياة الطبيعية إلى واحد من أشهر معالم مدينة تعز السياحية منحت الناس فرحة غامرة باتت تعني لهم الكثير. معها استعادت المدينة جزءا من روحها المفقود، وبدأت الفرق الفنية بإقامة الأنشطة الثقافية والحفلات الغنائية. ليست مجرد موقع أثري أو قلعة تاريخية، إنها جزء من روح المدينة التي ارتفع منها صخب الحياة والتقى فيها الماضي بالحاضر. حاضر يعكس عراقة وشموخ المكان، ما جعلها قبلة للسياح وعشقا لاستراحة التاريخ. حمزة أمين، قناة بلقيس، من قلعة القاهرة تعز.